العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه تنديد عربي ودولي بفضل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، وأحزاب المعارضة السودانية تدعو إلى العصيان المدني. قطر تبدي استعدادها للوساطة لنزع فتيل التوتر في الخليج، ووزير خارجيتها يؤكد للعرب استعداد الدوحة للنظر في اتفاق عدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج. قطر بعد عامين من الحصار نافذة مباشرة في إطار تغطية خاصة من الدوحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحط في لندن في زيارة دولة تمتد 3 أيام. أهلا بكم. قتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات بعد اقتحام قوات الدعم السريع والجيش السوداني مقر الاعتصام الشعبي أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية في الخرطوم. وقد حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية ما وصفته بجريمة فض الاعتصام، كما أعلنت وقف جميع الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري وأعلان الإضراب والعصيان المدني الشامل في البلاد. أرادوا فض الاعتصام أو تحجيمه، لكن أتت النتائج عكس ما يشتهي المجلس العسكري. فبعد اقتحام قوات الأمن السودانية لمعسكر الاعتصام الجماهيري السلمي حول مقر القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي أدى إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى بسبب استخدام تلك القوات للرصاص الحي والهروات، اتسعت موجة الغضب وخرجت جموع من المواطنين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، أغلقوا الطرقات بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة، كذلك في أم درمان وعطبرة، احتجاجا على القسوة المفرطة التي استخدمت في محاولة فض الاعتصام. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت المستشفيات، ومنها مستشفى رويال كير بشارع النيل ملاحقة المعتصمين، كما اعتدت بالضرب على الأطباء. أهم الخطوات التي اتخذتها قوى الحرية والتغيير تمثلت في إعلان وقف المحادثات مع المجلس العسكري وإعلان الإضراب والعصيان المدني في عموم البلاد. وأصبحت مطالبات المحتجين تركز على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين في وقت دعا فيه حزب الأمة السوداني الشعب إلى الخروج إلى شوارع الخرطوم وباقي مدن السودان للتعبير عن رفضه محاولات المجلس العسكري ركوب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير بداية شهر أبريل نيسان الماضي. وفي ردود الفعل السودانية أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بيانا رفض فيه بشدة ما قامت به القوات الأمنية المشتركة من فض للاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة، مؤكدا أن ما حدث يعد نقطة سوداء في تاريخ الثورة السودانية السلمية، وطالب بالتوقف الفوري عن محاولات إسكات الصوت الحر، ودعا جميع القوى السياسية إلى اصطفاف وطني جامع. كما أعلن تجمع الطيارين السودانيين المشاركة في العصيان المدني، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني الشامل، احتجاجا على قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأكد تجمع المشارك في تجمع المهنيين السودانيين أنه لن يتم أي رحلات جوية في مطار الخرطوم من هذا العصيان. وفي ردود الفعل قال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تصريحات للعربي إن خطوات المجلس العسكري خطيرة ومؤسفة، وهي خطوة سلبية جدا.
خطوات خطيرة ومؤسفة على الغاية. كان هناك الأمل بأن يكون في تطور وتقدم في المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل حكومة انتقالية وتحويل السلطة إلى المدنيين، وهذا الهجوم على ساحة الاعتصام يعني مؤسفة جدا، ويبدو أنه ليس هناك في الوقت الحالي أي إمكانية بتقدم على المسار السياسي، وهذا يعني خطوة سلبية جدا. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأنها تأسف لقرار فض الاعتصام بالقوة وتدعو إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار مفتوح لأطياف المجتمع السوداني. وأكد بيان الخارجية القطرية أن دولة قطر تتابع بقلق التطورات الأخيرة وتدين العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل. وفي سياق ذي صلة، طالبت المفوضية الأوروبية المجلس العسكري بالكف عن استخدام القوة في السودان. وحمل وزير الخارجية البريطانية المجلس العسكري في السودان كامل المسؤولية عما يجري في البلاد. أما السفير البريطاني في الخرطوم فأكد أن لا عذر أو مبرر لأي هجوم على الاعتصام في الخرطوم. وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مراسلتنا هناك سالي عثمان. سالي، إذن ما الجديد لديك لجهة الوضع على الأرض، حصيلة الضحايا واتجاهات الأمور أيضا خلال الساعات المقبلة؟ نعم نارين، حصيلة الضحايا حتى الآن هم 14 قتيلا بحسب لجنة الأطباء المركزية، والعدد إلى ازدياد. هنالك حديث عن إلقاء بعض الجثث في نهر النيل من قبل القوات التي هجمت على الاعتصام، وأيضا الأوضاع يعني على الأرض هنالك شلل تام للحياة في السودان، هنالك اضراب عام، كل المرافق ومرافق الخدمات للمواطنين متوقفه تماما، المخابز، المحلات البقاله، وايضا الشوارع مغلقه بالكامل، هنالك حوادث مقامه من قبل المواطنين في كل احياء العاصمة وكل أحياء أيضا الولايات السودانية تقريبا التي خرجت وساندت المحتجين هنا في السودان، خرجت القضارف، عديل الأبيض وغيرها من المدن والولايات السودانية، كلها في الشعب كلها تعلن العصيان المدني والإضراب العام. مطار الخرطوم تم توقف كل الرحلات في مطار الخرطوم، مطار الخرطوم مغلق جديدة لإضراب الطيارين السودانيين. تجمع الطيارين السودانيين أعلن منذ ساعات إضرابه العام وتوقفه عن كل الرحلات بدون استثناء. أيضا هنالك بيانات مختلفة من قبل الأحزاب السياسية، كل الأحزاب السياسية داخل إعلان الحرية وخارجه أدانت هذا الهجوم العنيف على المحتجين العزل في ميدان الاعتصام. أيضا المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي أدان هذا الهجوم العنيف. نعم سالي، هذه الأحزاب السياسية التي تتحدثين عنها، الأحزاب السياسية هل كلها مجتمعة متفقة على خيار العصيان المدني، أم هناك ربما أحزاب تطالب أو ما تزال تمد اليد إلى المجلس العسكري وإمكانية الحوار معه؟ العصيان المدني عزيزة نادين أصبح واقعا على الأرض، وليست هناك حياة في السودان الآن، كل الخدمات متوقفة، الحركة ليست هناك مواصلات عامة ولا سيارات في الشوارع، الحركة كلها متوقفة وليست هنالك خدمات تقدر للمواطنين، الكل مجمع على هذا الواقع بضرورة استمرار في هذا الإضراب العام والعصيان المدني. الأحزاب ليست كلها أصدرت يعني قرارا أو بيانا بالإضراب المدني والعصيان العام، جميع أجمع على إدانة هذا التصرف، وهناك أحزاب في الجلوس في طاولة واحدة رغم الخلافات بينها لوضع خطة لتجاوز هذه الحرجة في السودان. مثلا المؤتمر الشعبي
وهو يعني كان يعني ينتمي الى اليمين، ايضا دعا السياسيه نصبة حصولها قاضي والاتفاق والبعد عن خلاف الوصول الى خطط مرحلة الصف للوصول لخطط تجاوز هذه المرحلة الحساسة. أيضا خدمات الإنترنت مقطوعة تماما منذ ساعات عن كل المواطنين وعن شبكات الاتصالات المختلفة، لذلك هنالك صعوبة كبيرة جدا في التواصل وتداول المعلومات والأخبار نتيجة لانقطاع خدمة الإنترنت، وأيضا صعوبة التحرك أو استحالتها من موقع إلى موقع. هنالك أيضا قوات دعم سريع متواجدة في الشوارع تقوم بإطلاق نار بصورة عشوائية. يعني حتى الآن ما يزال هذا متواصل سالي؟ هل إطلاق النار متواصل حتى الساعة؟ نعم حتى أين يتركز؟ في الأحياء المختلفة يجوبون في الشوارع، وأي يعني تجمع لمواطنين في الأحياء يقومون بإطلاق النار بصورة عشوائية وكثيفة جدا في الشوارع. شاهدنا فيديوهات كثيرة جدا لاعتداء هذه القوات النظامية على المواطنين في الشارع، سواء كانوا راجلين يتم ضربهم بالسياط ويتم إجلاسهم على الأرض، وإذا كانوا يقودون سياراتهم يتم إيقاف السيارات ويتم تفتيشهم بصورة مستفزة ولا كريمة، ويتم أيضا الاعتداء عليهم مع إجلاسهم في الأرض. شاهدنا ذلك في فيديوهات كثيفة جدا وفي أحياء متفرقة في العاصمة. نعم سالي. وايضا يعني هنالك عن سقوط صحائف احيانا، لكن بحسب لجنه الاطباء المركزيه الصعوبه الان حصر بصوره حصر عدد المصابين باعداد واضحه، وذلك نتيجه لصعوبه الحركه. شكرا لك سالي عثمان مراسلتنا في الخرطوم، شكرا لك. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للتلفزيون العربي أن المنظمة الدولية تتابع الوضع في السودان عن كثب، مشددا على ضرورة احترام سلامة المدنيين وحريات التجمع السلمي والتعبير والإسراع في الانتقال إلى سلطة مدنية. وقال حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يكرر الدعوة التي أطلقها الجمعة بضرورة التزام أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنين الأساسية بما فيها التجمع السلمي والتظاهر، كما جدد دعوة جميع الأطراف إلى انحياز الانتقال إلى سلطة مدنية في أسرع وقت وفق ما طلبه الاتحاد الأفريقي. نحن قلقون بشأن الوضع ونراقبه، سيكون لنا رد فعل إضافي فيما نسعى للحصول على معلومات إضافية. كما تعلم فإن الأمين العام لطالما دعا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس في السودان وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان لكل المواطنين بما فيها حريات التجمع السلمي والتعبير، كما دعا الأطراف إلى استئناف وإنهاء المفاوضات على انتقال السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية في أسرع وقت. نريد أن نتأكد من أن الجميع يتقيد بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ونريد التأكد من أن الجميع يتقيد بضبط النفس بمن فيهم قوى الأمن. الأمين العام يراقب الوضع، وكما تعلم لدينا من جانب الأمم المتحدة نيكولاس كاسيوم الذي ينسق من جانبنا مع الاتحاد الأفريقي القضايا المتعلقة بالعمليات الانتقالية. نريد السلطة الانتقالية أن تكون تابعة لقيادة مدنية. نتابع آخر ردود الفعل الدولية من الأحداث في الخرطوم مع مراسلنا في بروكسل لبيب فهمي. لبيب، عدا موقف غوتيريش ودعوة المفوضية الأوروبية إلى التزام الهدوء والعودة إلى التفاوض ودعوة أيضا الخارجية البريطانية، هل من مواقف دولية أخرى؟ نعم، هناك موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي الذي صدر قبل قليل على لسان وزيرة الخارجية أوروبا فيدريكا موغيريني في بيان قالت فيه أدانت فيه أولا العنف، وقالت بأنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوة لتفريق الاعتصام السلمي، والمجلس العسكري الانتقالي مسؤول عن الأمن وسيادة القانون في بلاد ويتحمل مسؤولية التصرف بضبط النفس.
الاتحاد الأوروبي دعا مرة أخرى في هذا البيان إلى ضرورة أن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين، وقالوا بأن يقول البيان بأنه نتوقع من المجلس العسكري الانتقالي أن يحترم حق الناس في التعبير عن مخاوفهم سلميا دون أي تهديد أو استخدام للعنف، ولا يمكن لأي تصعيد في استخدام العنف أن يخرج العملية سوى أن يخرج العملية السلمية السياسية الضرورية من مسارها ويؤدي إلى مأزق خطير. فيجب على المجلس العسكري أن يستجيب لتطلعات الشعب السودان. الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الاحتجاجات في السودان يساند احتجاجات الشعب السوداني ويساند مطالب الشعب السوداني ويطالب السلطات العسكرية بضرورة تسليم السلطة للمدنيين وكشرط رئيسي وضروري لعودة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد الأوروبي والسودان، وخاصة تقديم المساعدات الضرورية التي يحتاج إليها السودان في هذه الآونة أو في هذه الأزمة التي يعيشها. إذن هناك موقف حازم من قبل الاتحاد الأوروبي ضد العنف، ضد استعمال العنف، نعم، وضد المجلس العسكري، والمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين والدعوة إلى علاقات جيدة مع السودان في المستقبل بعد حكومة مدنية مع تقديم مجموعة من المساعدات المالية. شكرا جزيلا لك لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل. والآن ينضم إلينا الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين سيد إسماعيل التاج. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل. إذن عبر الهاتف، إذن أهلا وسهلا بك. بداية أريد أن أستوضح منك طبيعة الأوضاع على الأرض. قبل قليل مراسلتنا سالي عثمان تقول إن التعدي العشوائي على المدنيين متواصل في الشوارع، هل لديكم معلومات أوفى عن ذلك وكيف تتابعون هذه التطورات؟ نعم، وأهلا بمشاهدي العربي في كل مكان في العالم. نعم، هنالك تطورات خطيرة. ما زالت القوات الأمنية المتنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب وميليشيات تقوم بترويع المواطنين في كافة المناطق في الخرطوم وفي خارج الخرطوم أيضا، يعني في مناطق أخرى من المدن يعني. ويقومون بتوقيف السيارات عند الجسور، عند مداخل الجسور، تفتيش السيارات، ويقومون بإطلاق الرصاص في الهواء في الأحياء، وهذا لخلق مزيد من أجواء الرعب والتخويف وترويع المواطنين بعد أن تأكد لهم تماما أن ما قاموا به اليوم من جريمة بشعة ومن مجزرة لن يمر مرورا عابرا. وهذا يعني نهاية المجلس الانقلابي العسكري في السودان. أيضا تم غضع الإنترنت كما ذكرت ذلك تغريرها منذ عدة ساعات يعني، والآن يضغط التواصل خارجيا. كل هذا ينم عن القصد، عن الغصب لهذه الجريمة. طيب، وأنها كانت مبيتة، لذلك الآن يحاولون التغطية عليها بقطع التواصل مع العالم الخارجي بصورة أو بأخرى. نعم. طيب سيد إسماعيل، يعني في خضم ما يجري أنتم في تجمع المهنيين السودانيين دعوتم الناس إلى التجمهر والاحتشاد في الشوارع، وتقول أنه هناك اعتداء متواصل على المواطنين. ماذا لو جرى الاعتداء بصورة أعنف هذه المرة؟ هل أنتم مستعدون لسيناريو من هذا النوع؟ نعم، الاعتداء يتم عبر المتاريخ. الآن كل الشوارع في الخرطوم وفي المناطق الأخرى خارج الخرطوم يتم وضع المساريز حتى يضغط على القوات الأمنية المرور بسهولة، سواء كانت دعم سريع أو جيش أو شرطة أو كتائب أو ميليشيات. هذا هو المسألة الأولى، يعني تصعيب مرور سيارات الدفع الرباعي التي تعرف في السودان باسم الداتشر. واليوم أيضا ظهرت السيارات التي لا تحمل لوحات، وهي سيارات معروفة أنه كان يستعملها جهاز الأمن السيء الصيت. كان يستعملون سيارات تايوتا الهايلوكس بدون لوحات، وهذا ينم عن أيضا مشاركة الأجهزة الأمنية. نعم، هنالك استعدادات الآن من المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، متوقعين أسوأ الاحتمالات من هذه العصابات ومن الدعم السريع والكتائب الأمنية والجيش والشرطة. طيب، قوى الحرية والتغيير كما نعلم دعت إلى العصيان المدني والإضراب العام، ولكن ما هي الركائز الآن أمامكم لإنجاح هذه الخطة؟ هل هي خطة أصلا واضحة أم أنه ما يزال هناك ضبابية على المسار القادم؟ لا، هي خطة واضحة، وكانت هي قمة التصعيد بعد الإضراب الناجح الذي تم يوم 28-29 من الشهر الماضي في مايو، وكان هذا هو السيناريو التضعيدي في حالة فشل المفاوضات مع المجلس العسكري نحو مزيد من التضعيد للعصيان المدني الشامل. وفي هذا الإطار نتوقع كل
كل النقابات المهنية والاتحادات التي قامت بالإضراب الشامل أن تقوم بالعصيان المدني تماما. وفي هذا الصدد دعيني أيضا أن أناشد الزملاء والشرفاء في السلطة القضائية أن يقوموا أيضا بالوقوف إلى جانب العصيان المدني، ولأنهم هم حماة الحقوق وحماة الحق المدني، وهذه الآن فرصتهم تماما للانحياز للحق، للانحياز بالشارع، للانحياز بقيم حقوق الإنسان. جزيل الشكر لك الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين السيد إسماعيل التاج. العربي اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل. وزير الخارجية القطري يعلن استعداد بلاده التوسط بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن بلاده مستعدة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران إن طلب منها ذلك. كما أكد أن بلاده مستعدة لأي جهد دبلوماسي بين إيران ودول الخليج لضمان أمن المنطقة. جاء هذا في حوار خاص به التلفزيون العربي. دولة قطر مستعدة للعب أي دور دبلوماسي يطلب منها من خلال الأطراف. طبعا هناك اليوم صعوبة بأن تكون هذه الوساطة ما بين دول الخليج وإيران بسبب وضع مجلس التعاون وبسبب وضع هذه الدول دول الحصار ثلاث اللي هي الثلاث من دول مجلس التعاون مع دولة قطر، ولكن دولة قطر تستمر في محاولاتها الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع حتى لا يكون هناك أي لا تتفاقم أي أزمة في هذه المنطقة، وعلى استعداد إذا كان هناك أي طلب من الجانب سواء كان بين الولايات المتحدة وإيران على استعداد لبذل جهدها. في النهاية إيران لنا معها جوار جغرافي والولايات المتحدة لنا معها علاقات استراتيجية وعلاقات قوية. من جهة أخرى أبدى وزير الخارجية القطري ترحيب بلاده لنقاش مبادرة عدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج. مقترح اتفاقية عدم الاعتداء نحن نرى أن هذا مقترح يجب النظر إليه ويجب توسيعه والنظر في كافة التحديات الموجودة بين الخليج وإيران، لأننا إذا حصرنا أنفسنا في حالة الاستقطاب هذه الآن بين الخليج وإيران فلن يحدث أي شيء ولن يحدث أي اختراق وسيتم سيظل الصراع في المنطقة مستمر إلى ما لا نهاية. نحن نريد أن نرى حد لهذا الصراع، نريد تغيير وانكسار لحالة الجمود هذه. ننوه المشاهدين إلى أن المقابلة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ستبث على شاشة التلفزيون العربي مساء اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينتش. ومشاهدين في إطار تغطيتنا الخاصة لمرور عامين على حصار دولة قطر نتحول مباشرة إلى نافذة خاصة من الدوحة مع ليلى الشايب. طب أنا هيدا الضيف. شكرا لكم نادين ونضال ومشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من الدوحة والتي تأتيكم ضمن تغطية التلفزيون العربي الخاصة لمرور عامين على حصار دولة قطر. عامين إذن مرا منذ فرضت أربع دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا شاملا على دولة قطر وقطعا للعلاقات الدبلوماسية معها. حصار لم يستهدف فقط أجواء قطر
وحدودها البرية والبحرية، بل وألقى بظلاله على المواطنين القطريين والخليجيين لتفكك أسر وتقطع أواصر نتيجة لإجراءات اتخذتها دول الحصار، ولاقت سيلا من الانتقادات من منظمات حقوقية عربية ودولية. لم يكن مجلس التعاون الخليجي وليد ظروف سياسية فحسب، بل امتد قبلها صلات قبلية وعائلية وأسرا مختلطة. شكل الحصار ضربة موجعة لهذا النسيج الاجتماعي. غدا الخامس من حزيران يونيو طالبت دول الحصار مواطني قطر بمغادرة أراضيها على وجه السرعة، واستدعت مواطنيها المقيمين في قطر. تحت وطأة الصدمة عانت العوائل الأمرين. استجاب معظمهم للتعليمات الحكومية ظنا منهم أنها أزمة عابرة في سماء الخليج. خسارة ماتوا ناس من أهلنا في السعودية، وأرحام لنا توفوا في البحرين، ولنا أرحام توفوا في دولة الإمارات. ما قمنا بواجب العزاء، هذه اللي حزن الناس. طال الزمن وتطاولت الأزمة واتخذت أشكالاً مختلفة، وتصاعدت معها في وسائل الإعلام نبرة كراهية غير مسبوقة. توثق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر آلاف الانتهاكات في شتى المجالات، من الحق في التنقل إلى الحق في التملك والتعليم وغيرها. ترفع الصوت عالياً في كل المحافل الحقوقية والأممية، مطالبة تجنيب المواطن القطري والخليجي ويلات سياسات دول اتخذت قرارات مفاجئة ولم تعبأ بمأساة أسر وجدت نفسها في مهب الريح. بعد ضغوط كبيرة من منظمات حقوقية ومحكمة العدل الدولية، خففت دول الحصار إجراءاتها التعسفية، لكن معظم العوائل المختلطة عزفت عن المخاطرة بسفر غير آمن. بعد عامين من الحصار وبعد عامين من هذه الإجراءات والتدابير التعسفية، للأسف ما زال هناك تضييق على هذه الأسر المشتتة. يعني نحن رصدنا مؤخرا وبعد قرار محكمة العدل الدولية أن هناك يعني العديد من الأسر القطرية والإماراتية المشتركة تم منعها من دخول الإمارات العربية المتحدة. كذلك تحدثنا أن هناك تناقض في تصريحات وممارسات بعض مسؤولين هذه الدول. ملف حقوقي كبير يوثق آلاف الانتهاكات بحق أسر خليجية، لكن الواقع يوثق ما هو أسوأ. لم يعد الخليجي آمنا في خليجه، لم يعد الحلم الخليجي محط افتخار، بل أصبح محط استفسار. لماذا يقع المواطن الخليجي بين سندان ضرورات العيش وأزمة سياسية لا ترحم؟ آلاف من أفراد العوائل الخليجية المشتركة ما زالوا يدفعون ثمن خلاف سياسي لم يكونوا طرفا فيه. اليوم وبعد مضي عامين خففت الإجراءات قليلا، لكنهم ما زالوا يتعرضون للتضييق الأمني في دول الحصار، لا بسبب إلا بسبب إقامتهم في قطر. سلمان النجار، العربي، الدوحة. قفزة كبيرة حققتها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي بعدما فرض الحصار عليها. فالدوحة لم تكتفي بمد الجسور مع دول إقليمية لتأمين السلع والمواد الأساسية، بل وطبقت خطة طموحة للاعتماد على القدرات الذاتية في مجالات الأغذية والأدوية وسواها. إنه العام الثاني، مدة قد تبدو بسيطة بمقياس الزمن، لكنها كافية لقطر بأن تحقق أمنها الغذائي بعد عدوان دول الحصار عليها في محاولة للضغط على الدوحة بقبول شروط وصفت بالواهية. حاول المحور السعودي الإماراتي فرض حصار اقتصادي على قطر، لكن المبادرة اصطدمت بإرادة حقيقية صنعت التغيير ومكنت قطر من كسر ذلك الطوق الحديدي بوضع تسهيلات للمستثمرين القطريين في قطاع الزراعة حتى فاضت الأسواق بالمنتجات المحلية. والله ما بعد أفضل بكثير، وما قبل كان الوضع سيء، وكانت البضائع يعني مش كثيرة.
الحين احنا في خير ونعمة، البضائع كثيرة، ما نعرف وش ناخذ، ما نعرف وش نشتري، الأسعار أفضل من الأول، البضاعة جودتها أفضل من جودة اللي هي بضائع دول الحصار، عطت فرص للشركات المحلية أنها تنتج وتبدع، وإن شاء الله عن قريب أتوقع أنها راح نصدر للخارج. مزرعة بلدنا حققت الجزء الأهم من الحلم، بطاقة الإنتاجية غطت السوق القطري بمنتجات الألبان في فترة قياسية. في 5/6/2017 مع بداية الحصار اكتشفنا في يوم أن فجأة أسواقنا ما فيها حليب. بعد 3 أسابيع تقريبا من الحصار وصلت أول دفعة للأبقار لمزرعة بلدنا. حاليا تبلغ مساحة بلدنا 3 ملايين متر مربع. على هذه المساحة يتم إنتاج 490 طن من الحليب يوميا. لم يكسر الحصار عازمة الدوحة، بل زادها إصرارا على بناء دولة بسواعد وطنية. كان الاعتقاد أن فرض حصار على قطر سيضعف عزيمة الشعب والقيادة. دخلت قطر نفقا كهذا، لكنها أزهرت وازدادت قوة ونجاحا. وهيبة بوحليس، العربي، من الدوحة. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الإعلامي القطري محمد حاجي، نائب رئيس تحرير صحيفة الوسيل. مساء الخير أستاذ محمد. عامان إذا مر على الحصار، ورغم ذلك اليوم قطر هي الأولى عربيا والثالثة والعشرون على مستوى العالم في مجال الأمن الغذائي باستراتيجية تمتد بين 2019 إلى 2023. على ما تعتمد هذه الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحي لنا أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقدم للمشاهدين والعالم الإسلامي. أنا أعتقد أن قطر، يعني من الظلم إحنا نقول أن قطر فقط ما حققته من إنجازات هذا ردة فعل للحصار. أنا أعتقد أن قطر كانت لديها ومنذ سنوات أطلقت رؤية قطر 2030، لديها استراتيجية واضحة في موضوع التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي بالنسبة لقطر، سواء كان في مشاريع تقام داخل قطر أو حتى هناك يعني الأذرع الاقتصادية بالنسبة لجهاز قطر الاستثمار يقوم خارج قطر. فهذه الرؤية كلها أنا أعتقد أنه سرع الحصار من وتيرة تنفيذ بعض المشاريع. إحنا كنا يعني في السابق في قطر كانت بعض المصانع في قطر على سبيل المثال كانت تقضي السوق تقريبا معدل 5%، بعض يعني على سبيل المثال بعض مصانع الألبان ومشتقات الألبان كانت فقط هي كمصانع قطرية تقضي السوق القطري بمعدل 5%. الآن بعد هذه السنتين هذه المصانع، وأيضا هناك مصانع أنشأت جديدة خلال السنتين، الآن تقريبا أصبح في قطر اكتفاء ذاتي في الألبان ومشتقات الألبان، وبدأت بعض المصانع تصدر خارج قطر لبعض دول. دعني أذكر نسبة وهي لافتة، 106% من احتياجات السوق المحلية الآن تلبى في مجال الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها. هناك من قد يسأل أين يذهب هذا الفائض؟ هناك معلومات عن بدء عملية تصدير في هذا المجال بالذات؟ لأن فعلا هناك يعني عمل جاد قامت به هذه المصانع. يعني احنا كنا في الفترة الأولى من الحصار كان فعلا هناك أصبح في نوع من عدم الاستقرار في السوق، وهذا كان هدف حكومة دولة قطر بأنه يتحقق هذا الاستقرار في بداية الحصار، وبعدها بدأت وتيرة تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعلا متسارع، واستطاعت خلال تقريبا أنا أتكلم عن السنة الأولى من الحصار تقريبا خلال 6 شهور أن تحقق الاستقرار في السوق وتحقق
بنسب يعني عاليه بالنسبه للاكتفاء الذاتي. بعد تقريبا الان احنا نتحدث عن السنه الثانيه، بالفعل بدات هذه المصانع بالتصدير لبعض دول الجوار في بعض مشتقات الالبان، وهذا يعتبر يعني انجاز كبير بالنسبه لدوله قطر ان تكون يعني تحت الحصار، ويبدا تبدا هذه المصانع القطريه في ان نحن نشاهد سواء كان في السوق المحلي الان بشكل كبير صنع في قطر، وايضا حتى في بعض الدول المجاورة الآن أصبح المنتج القطري متواجد صنع في قطر أصبح يشاهد ويستهلك خارج حدود قطر. هذا نعتقد أنه إنجاز كبير، يعني أن أنت يعني يتحقق الاستقرار في السوق وأيضا يتم تصدير المنتج القطري. دعنا أستاذ حجي نستمع إلى آراء بعض المواطنين القطريين والمقيمين في قطر إزاء الحصار الذي يدخل عامه الثالث. والله أول ما بدأ الحصار من سنتين طبعا كلنا تفاجأنا في الحصار في شهر رمضان، كانت خطوة مفاجئة وما كنا نتوقعها، يعني كنا نتوقع أقصى ما يتم اتخاذه هو يعني أزمة دبلوماسية ما توصل للشعوب، ما توصل لتجيش الإعلام بهذه الطريقة، زج الشعوب أيضا في هذا الصراع. يفترض إحنا منطقة خليجية واحدة تحكمنا عادات وتقاليد واحدة، يحكمنا أيضا تاريخ واحد، كل هذا تم نسيانه وتم الطعن فيه وتم يعني زرع الفتنة بين الشعوب. فالقارئ أو غير المثقف صار يدخل في هذا الصراع من غير لا يدري أنه مستخدم لجهات أخرى، لجهات مستفيدة غربية يعني يفرحها هذا الاختلاف والتنازع بيننا. I think that the country is building beautifully. أعتقد أن هذه البلاد تعمل بشكل جيد في مواجهة الحصار، ويمكننا أن نرى النمو الذي تحقق بفضل أمير قطر. أنا لا أرى أن الحصار يعيق حياة الناس، وهذا ما لاحظته خلال العامين الماضيين. كنت شاهدة على الحصار منذ البداية وما أراه أمر رائع. قطر لا تتراجع بسبب الحصار بل تتقدم إلى الأمام. والله اللي ترك الحصار شيء مؤلم صراحة، في صلاة الرحم وبالنسبة للحج والعمرة وبالنسبة مثلا الاقتصاديا، إذا تبي تشتري مثلا حاجة من الدول الثانية تشترك أرض أو تستثمر يعني في الدول الثانية، صار حرمان في الاستثمار بعد، يعني عرفت شلون؟ وهذا كله يعني ولو أنه مر الحمد لله احنا بخير خلال السنتين هذول، احنا بخير الحمد لله في عز وخير ونعمة الحمد لله رب العالمين، فضل الحكومة الرشيدة احنا عايشين فيها الحمد لله رب العالمين. الحقيقة في بداية الحصار كانت هناك بعض الإشكالات ربما الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع مرور الوقت أعتقد أن القيادة القطرية والشعب القطري تمكنوا بوسائل عديدة حقيقة من تجاوز هذه الإشكالية، حتى يعني أصبحت المسألة مسألة شبه عادية عدا بعض المسائل الاجتماعية التي ربما في المستقبل القريب سيمكن تجاوزها من خلال الاتصالات بين الدول وما إلى ذلك. فأعتقد المسألة في طريقها إلى 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 الحلحلة. أعتقد الدول لن تبقى على هذه الحالة لأنها لن تفيد أي دولة من دول المنطقة. أستاذ محمد حجي، اليوم هل تعتقد أنه كما تجاوزت الدولة مؤسسات وقطاعات ناشطة صدمة الحصار الأولى، المواطنون اليوم والمقيمون أيضا على مستوى العاطفي لنقل تجاوزوا أيضا هذه الصدمة وكل المشاعر السلبية التي خلفتها؟ أنا أعتقد أنه يعني الجميع يعني الآن لديه الشعور بالفقر، بأن هو أنه الدولة أصبحت مستقلة اقتصاديا. يعني أنت الآن أنا لم أكون أشعر بأنه هناك اعتماد على النفس وهناك قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال المنتج الوطني. يعني أنا أعتقد أنه هذا الشعور لدى المواطن، وحتى أنا أعتقد المقيم يشارك القطري في هذا الشعور بأن قطر استطاعت أن تحقق الإنجاز الكبير من خلال اعتمادها على النفس في تحقيق الـ يعني فعلا هناك بعض المشاريع مستحيل أنها كانت تنتج يتم إنجازها خلال الفترة البسيطة، ولكن فعلا هناك كانت يعني كان في هناك عزيمة وإصرار على 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 الوصول إلى 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 تحقيق الاستقرار في السوق القطري. هذا الشعور لدى المواطن أعتقد أنه هو في نوع من الفخر والعزة
لأنه إنه القيادة في قطر والحكومة القطرية استطاعت أن توصل إلى 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 هذا المستوى. من الآن إحنا يعني الآن المنتج القطري سواء كان فيما يتعلق بالمواد الغذائية بأصناف عديدة، إضافة لموضوع أيضا هناك فيما يتعلق بموضوع وجود المخزون الاستراتيجي. يعني إحنا الآن نتحدث عن الأمن الغذائي في مسألة تحقيق الاكتفاء في وجود المصانع الوطنية داخل الدولة، وهذا يحقق نوع من الاستقرار، إضافة لموضوع أن هناك المخزون الاستراتيجي وهذا أيضا يحقق نوع من الأمن لوجود السلع الأساسية سواء كانت مرتبطة بالمواد الغذائية أو حتى في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية في المواد الأولية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. أنت تعلمين بأن قطر لديها العديد من المشاريع البنية التحتية التي مرتبطة بحدث كأس العالم أو أيضا رؤية قطر في موضوع المترو والملاعب. فهناك العديد من المشاريع التي ترتبط بوجود السلع أو حتى المواد الأساسية الأولية اللي المفروض تكون موجودة، فهذا أيضا سعت لها الدولة في أنها يكون موجود بشكل مخزون استراتيجي. تم إنشاء هذا المخزن أو المخزن الاستراتيجي المرتبط بالسلع الأساسية وهو مرتبط بميناء حمد. أعتقد أن من أهم المشاريع اللي ساعد على هذا الشعور في مسألة أن هناك رضا كبير لدى الشارع في قطر وهو وجود أعتقد ميناء حمد. ميناء حمد لعب دور أساسي في تحقيق هذا الشعور بأن هناك قدرة لدى قطر بأنها تعتمد على نفسها من خلال وجود هذا الميناء. طبعا أكيد بالنسبة لمطار حمد، ولكن ميناء حمد عوض في أمور كثيرة في مسألة سهولة وصول السلع في سهولة وصول. فيما بقي من وقت لهذه المقابلة أستاذ محمد حاجي، ودون أن تعطينا الكثير من التفاصيل، بماذا تبشر المواطنين والمقيمين على مستوى الإنجازات فيما بقي من هذا العام 2019 والعام المقبل وهو تاريخ مهم جدا 2020؟ أنا أعتقد أن قطر أصبحت مستقلة اقتصاديا وهذا إنجاز كبير. يعني أنا أعتقد أن قطر الآن أصبحت تعتمد على نفسها في مشاريع كثيرة وهذا إنجاز تحقق. يعني هناك صحيح هناك رؤية اللي هي 2030 قطر تسير فيها حققت فيها العديد، ولكن خلال هذا الحصار خلال السنتين استطاعت أنها يعني تصل إلى 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 إلى, إلى تحقيق الاستقرار أو الاستقلال الاقتصادي. ما يبشر بأن قطر تسير وفق رؤية واضحة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق الاعتماد على النفس في قطاعات عديدة، ليس فقط أنا أعتقد أنه صار في تجاوز الآن في موضوع الأمن الغذائي وما يرتبط بالمواد الغذائية، لأن أصبحت هناك مشاريع موجودة في قطر. هنا البحث الآن عن ما يرتبط بالدواء وأيضا وجود مصانع تحقق أيضا الاعتماد على النفس وأيضا فيما يرتبط بال يعني المشاريع العديدة الموجودة في قطر. شكرا جزيلا لك محمد حجي نائب رئيس تحرير صحيفة الوسيل القطرية، شكرا لحضورك معنا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، هذه واحدة من نوافذ عديدة نصحبكم فيها ونفتحها مباشرة من الدوحة في لقاءاتنا الإخبارية. عودة الآن إلى الزملاء في لندن. شكرا للزميلة ليلى الشايب، والعرب اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم. أهلا بكم من جديد. شكك جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره في قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وفي مقابلة مع قناة HBO قال كوشنر إنه يتعين على الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم من دون أن يدعم صراحة إقامة دولة مستقلة.
اتخذنا إجراءات قطع التمويل للفلسطينيين لأن المساعدات الأمريكية ليست استحقاقا. نحن كدولة ذات سيادة يحق لنا اتخاذ قرارات معينة، وإذا واجهنا انتقادات لن يرد الرئيس بعرض المزيد من المساعدات. لن يحكم الفلسطينيون على أي شيء بناء على الثقة بي أو شخص آخر. سوف يحكمون ويتخذون قرارا استنادا إلى الحقائق وما إذا كانت ستوفر لهم طريقا إلى حياة أفضل. وللتعليق أكثر على هذا الملف معنا من رام الله الكاتب السياسي محمد حواش. سيد حواش، قبل الحديث عن تصريح جاريد كوشنر الأخير، دعني أبدأ بحديث بومبيو عن أن خطة صفقة القرن غير قابلة للتطبيق. هل تعتقد أن الرجل أو الإدارة الأمريكية من ورائه أصبحت غير متحمسة لصفقة القرن بهذا المنطق، أم هو فقط قدم قراءته الشخصية؟ أعتقد أن تصريحات بومبيو أمام رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن رأي شخصي، وتعبر أيضا عن استياء في أوساط مهمة جدا. الخارجية الأمريكية هي الأهم فيما يتعلق بالعلاقات مع الفلسطينيين وإدارة التسويات. دائما كانت الخارجية متصلة بكل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين والإسرائيليين. هذه الإدارة عزلت الخارجية عن هذا الملف ووضعت الملف في أيدي ثلاث شخصيات منحازة بالكامل إلى إسرائيل، ومنحازة بالكامل إلى استمرار الاحتلال، ومنحازة إلى الاستيطان، ومنحازة إلى كل المطالب الإسرائيلية، ولا تكترث لمطالب الفلسطينيين والمسلمين والعرب فيما يتعلق بفلسطين، الدولة الفلسطينية والقدس وكل يعني احتياجات الفلسطينية والعربية والإسلامية في هذه التسوية. وبالتالي يعني في المستوى العام هناك يعني تعبير عن رفض الخارجية لعزل الخارجية عن هذه المفاوضات من جانب، ومن جانب آخر تقدير واضح من الفنيين ومن الخبراء في الخارجية ومن بومبيو نفسه بأن يعني صيغة المبادرة كما يعني تحدث عنها الجميع حتى الآن بدون تفاصيل لا تستجيب للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تستجيب لطرف واحد. هو قال بأنها يعني هناك 9 نقاط سيئة في المبادرة ونقطتان فقط إيجابيتان. هو ليس معنيا وليس يعني لا علاقة ولا يستطيع أن يقبل هذه المبادرة، ولا ويعتقد بأنها لن تقبل من الفلسطينيين والعرب. وبالتالي هو يشير إلى الإدارة الأمريكية بأن عليها إعادة النظر في طريقة تعاملها مع هذه القضية الحساسة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط الغنية بالمصالح الأمريكية، وبالتالي يطرح ويشكك بهذه المبادرة ويقول بأنه يجب إعادة النظر لبلورة صفقة أكثر اتزانا وأكثر توازنا يقبلها الجميع. ولا يعتقد بأن هذه الصفقة كما صيغت من قبل كوشنر وفريقه الاستيطاني المكون من جرين بلات والسفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، هؤلاء مؤيدين بالكامل لإسرائيل، وبالتالي لا يستطيع هو كوزير خارجية ويبلغ رؤساء المنظمات اليهودية بأن هذه الصفقة مصيرها الفشل. هو وضع علامة سؤال كبيرة على هذه الصفقة وعلى هذا السلوك بالنسبة للإدارة الأمريكية. وأعتقد أيضا هناك جانب آخر ومهم جدا بأن الإدارة أصبحت قريبة جدا من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي المعركة في شهر 11 ستبدأ المعركة الانتخابية، وحتى شهر 11 لا يوجد أفق لطرح المبادرة لأن الانتخابات الإسرائيلية يعني انتهت وأعيد يعني تحديد موعد جديد لانتخابات جديدة في إسرائيل، وبالتالي عرض المبادرة قد يتأجل أيضا مرة أخرى إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ولكن في المقابل سيد هواش، المؤتمر الاقتصادي في البحرين يجهز وكوشنر يواصل الحديث عن صفقته، يعطي لها ملامح ويقول سوف تكتشفون يعني هذه الصفقة، بالتالي لم يتوقف الحديث. هل هو محاولة لوضع الجميع في إطار وكأنه صفقة متواصلة إلى حدود أن يجدوا التاريخ المناسب أو الظروف المناسبة، أم هم ماضون فيها في أقرب فرصة رغم كل الظروف؟ نعم، هذه نقطة مهمة جدا، وأثارها أيضا
بومبيو في حديثه عندما قال بأن عندما أشار إلى مشاركة الكويت في هذه الورشة في البحرين، وقال بأن العرب ذاهبون إلى هذه الورشة ليستمعوا فقط ولن يقدموا آراء يعني فيما يتعلق بالصفقة قبل أن يعرفوا التفاصيل، والتفاصيل لم تعلن بعد ولا يوجد يعني موعد محدد لإعلان هذه التفاصيل، وبالتالي يعني هو حكم على هذه الورشة بالفشل حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. العرب والفلسطينيون بصورة عامة باستثناء بعض الدول الخليجية تشارك في هذه الورشة، ولكن الفلسطينيون يرفضون هذه الورشة ويرفضون كل السلوك الأمريكي فيما يتعلق بصفقة القرن وإدارة المفاوضات مع الإسرائيليين دون التفاوض مع الفلسطينيين، والفلسطينيون رفضوا منذ وقت مبكر لأنهم كانوا يعرفون ماذا تنوي الإدارة الأمريكية الحالية، ويعرفون أيضا بأن الفلسطينيين لا يبيعون ولا يشترون فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى. نعم. حتى لو كانت هناك يعني أوضاع فلسطينية صعبة أو كانت هناك أخطاء فلسطينية فيما يتعلق بإدارة الحياة اليومية، لكن فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى هناك وضوح تام من قبل الفصائل الفلسطينية جميعا، من قبل السلطة الفلسطينية. نعم. من قبل يعني منظمة التحرير وكل الفصائل بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، جميع هذه الفصائل. شكرا. ترفض صفقة القرن وترفض ورشة البحرين من أجل التمهيد لإعلان صفقة القرن التي لن تعلن، ولا أعتقد أن أحدا ينتظر صفقة القرن. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي محمد هواش، كنت معنا من رام الله. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن في زيارة للمملكة المتحدة بدعوة رسمية من الملكة إليزابيث الثانية. وأشارت الصحافة البريطانية إلى أن زيارة ترامب إلى البلاد ستكلف الخزينة البريطانية ملايين الجنيهات من أجل تأمين إقامة الرئيس وعائلته. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أمام قصر باكنغهام وسط لندن موفدنا إلى هناك زاهر عمرين. زاهر، إذن هي زيارة دولة تستمر لثلاثة أيام، استبقها ترامب بجملة من التصريحات الجدلية التي كان لها وقعها في الداخل البريطاني. نعم بالفعل نادين، يعني ترامب الرجل المثير للجدل دائما استبق هذه الزيارة بهجومه المفتوح على صادقان عمدة مدينة لندن، والذي قال عنه بأنه ردا على تغريدة لصادقان قال فيها أن السجادة الحمراء لن تفرد في لندن مرحبة بترامب، فرد عليه ترامب بأنه يعني بعبارات لا تليق حتى برئيس دولة كما وصفها السياسيون هنا، قال عنه أنه كريه وأنه مغفل، ما اعتبرها يعني الكثيرون من المراقبين ردود فعل صبيانية. حتى وزير الصحة البريطاني الذي يختلف سياسيا وحتى بالمعنى الإيديولوجي مع صادق خان دافع عنه وقال أن لندن فخورة بأنها يعني مدينة عالمية تمتلك عمدة من أصول مسلمة. طبعا بالإضافة إلى ذلك غرد أيضا مناصرا لبوريس جونسون الزعيم اليميني عن حزب المحافظين الذي يتوقع الكثيرون أن يكون خلفا لتريزا مي، رغم أنه يعني يحمل الكثير من يعني الانقسامات التي تواجهها بريطانيا تحديدا على صعيد صعود اليمين، بالإضافة إلى دعمه كما قال لحزب البريكزيت الخروج من المملكة من الاتحاد الأوروبي وزعيمه اليميني نايجل فراج. هذه إذن يعني نعم. الأجواء طيب. المحيطة بزيارة ترامب. ماذا عن جدول هذه الزيارة وكيف تواكب شعبيا وعلى مستوى الرأي العام؟ نعم نادين، يعني جدول الزيارة هي زيارة دولة، يجب أن ننوه لذلك، يعني هناك فقط ثلاثة رؤساء أمريكيين قاموا بزيارة دولة للمملكة المتحدة، جورج بوش الابن وباراك أوباما، مما يدل على عمق الروابط بين البلدين. وهذه الجولة التي تتضمن يوم زيارة ملكية وبالتالي مأدبة عشاء مع العائلة المالكة، غدا سيكون هناك محادثات مع تريزا مي تتضمن قضايا عديدة على رأسها قضية
قضية انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ، وكذلك قضية هواوي والحرب التجارية الصينية الأمريكية التي يعتقد أن يكون لها أيضا حصة من هذه التجاذبات، فضلا عن احتمالات أيضا الحديث بينه وبين تيريزا ماي التي ستغادر بالمناسبة منصبها بعد عدة أيام من زيارته. إذن سيكون هناك حديث أيضا عن احتمال اتفاق التجارة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بالعموم وفي اليوم الثالث طبعا سيذهب إلى بورتسموث المدينة البحرية في إنجلند من أجل إحياء يوم النصر ذكرى النورماندي، وبعد ذلك سيتوجه في عدة جولات صغيرة إلى إيرلندا ومن ثم إلى منتجعه طبعا في اسكتلندا، حيث يمتلك هناك أحد ملاعب الجولف الكبرى. لكن بالعموم الشارع هنا غاضب، غدا سيكون يوما حافلا في لندن، ستكون هناك الكثير من المظاهرات، أيضا سيكون هناك تنظيم لعدة تجمعات ضده على مدى النهار، يتوقع أن تغلق بعض شوارع العاصمة. وكما ذكرتم أيضا هذه الزيارة تكلف فقط على صعيد الحماية 18 مليون جنيه. شكرا لك موفدنا إلى لندن زاهر عمرين، كان معنا من أمام قصر باكنغهام. لكل بلد عاداته وتقاليده الخاصة في أطعمة شهر رمضان المبارك، للإيرانيين أيضا أطباقهم التي يفضلونها في رمضان، فضلا عن أسلوبهم في تناول وجبة الإفطار على مرحلتين. إليكم هذا التقرير لمراسلنا حازم كلاس عن عادات وتقاليد الإيرانيين خلال شهر رمضان المبارك. الآش والحليم أشهر الأطعمة الرمضانية الإيرانية، وكأن الصيام لا يصح دونهما. قبل الغروب ببضع ساعات يتزاحم الجميع أمام محال بيعهما. الحليم هو الهريس كما يسمى عند بعض العرب، والآش هو الرشتاية كما يسمى في بلاد الشام. من أطعمتنا التقليدية الشهيرة نحن الإيرانيون الآش والحليم، هي أطعمة سالمة ومغذية. خلال السنوات الأخيرة باتت مرغوبة بشكل كبير رغم أنها تعد أطعمة شتوية. لساعات طويلة يغلى القمح ويصفى طوال الليل ويخلط جيدا مع اللحم ليكون المزيج بعد إضافة السكر والقرفة حليما. أما الآش فهي حساء يضم أنواعا مختلفة من الحبوب والأعشاب، أطعمة مغذية بات إعدادها في رمضان تقليدا يحرص عليه الإيرانيون، كما تكشف الأرتال الطويلة أمام محال بيعها. من العادات والطقوس الرمضانية في إيران أيضا أن يكون الخبز على مائدة الإفطار طازجا، خبز لا يزال الإيرانيون يفضلونه بطريقته التقليدية. سانجاك أو بربري كما يسمون أنواع الخبز هنا، لا فرق، الخبز مع فنجان من الشاي وقطعة جبن وبضع حبات تمر هو مائدة الإفطار هنا، إلى جانب الحليم والآش وأحيانا العوامة، طريقة صحية اعتاد عليها الإيرانيون في إفطارات رمضان. نبدأ إفطارنا بالشاي أو الحساء لأنه يسهل عملية الهضم لتناول العشاء. في شهر رمضان هناك أطعمة عديدة، لكن الآش والحليم هما الأكثر انتشارا. ساعات من الليل يتسامر فيها الأصدقاء وأفراد العائلة بعد الإفطار إلى أن يحين موعد العشاء الوجبة الرئيسية، يلتئم الشمل من جديد على أطعمة إيرانية لا يغيب عنها الأرز، ويطول السهر فيكون شهر رمضان شهرا لجمعات وسهرات لا تنسى. حازم كلاس، العربي، طهران. ونختم برنامج العربي اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، وهو اليوم عن صفقة القرن ودور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في هندسة بنودها، نتابع.
بهذا ننهي العرب اليوم ونشكركم على حسن المتابعة. ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع نجلاء أبو مرعي.